من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي متابعين دراستنا لهذه الرسالة. مع أن لي أن أتكل على الجسد، إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد أنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. ولكن ما كان لي ربحا فقاز هذا قد حسبته نفاية من أجل المسيح، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعل أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس إني قد صرت أو نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعنا، آمين. موضوع تأملنا في الإصحاح الثالث من الرسالة عن الذي باع كل شيء ليعرف المسيح. الموضوع أساسا هو عن معرفة المسيح، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. ولكن نجد الرسول بولس قبل أن يتكلم عن المعرفة يقول أنه من أجل هذه المعرفة باع. باع كتير، باع حاجات كتير. هو يشبه الإنسان الذي قال عنه الرب يسوع له المجد بواحد باع حقل وراح أخذ الفلوس بتاعت الحقل دي كلها وراح عند الراجل الجواهرجي واشترى لؤلؤة كثيرة كثيرة الثمن. احنا النهاردة كلنا عاوزين نعرف كيف نعرف المسيح، ده السؤال. وايه اللي يخلينا نعرفه معرفة حسنة؟ قبل ما نتكلم عن معرفة المسيح الاختبارية لازم تبيع. ايه اللي انت متمسك بيه؟ سؤال. ايه اللي انت متمسك بيه؟ بولس الرسول قال في ناس كانوا متمسكين بنواحي جسدية، في ناس بيعجبهم قوي انهم اسرائيليين مختونين في اليوم الثامن، عبرانيين من سبط بنيامين. انا عندي الحاجات دي كلها، كل الافتخارات الجسدية عندي، ولكن بعتها رميتها. انت عندك ايه؟ عندك فلوس؟ عندك قوة؟ عندك صحة؟ عندك جمال الجسد؟ اذا كانت الامور دي عندك مش هتقدر تعرف المسيح. ان كنت متمسك بيها وهي رأس مالك مش ممكن، مش ممكن هتعرف المسيح، ولكن لازم تبيعها. تقول لي يعني ايه نبيعها يا سيدنا؟ يعني فرض واحدة ست شايفة نفسها جميلة، تبيعها ازاي؟ تروح جايبة مية نار وتدلق في وشها وتقول ادينا ابقى وحشة وشكل وحش؟ لا، تبيعها يعني تخرجها من قلبها، يعني بدل ما هي معتزة بصحتها وشبابها وجمالها تقول انا في نفسها من جوه كل الامور دي لا تساوي شيء امام فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. وتيجي للمسيح تقول له في جلسة حب كده، يسوع استلم، استلم صحتي، استلم شبابي، استلم جمالي، استلم اعتزازي، استلم كل شيء عندي. وتروح مطلعة من قلبها كل الاشياء دي ولا تعود تفتخر بأي شيء من هذا. إذا لم يحدث هذا تبقى هذه التعلقات عائقا أمام معرفة الله. والرجل ممكن يكون اللي بيعتز به الأسرة، شرف الحسب والنسب، زي بولس الرسول لما اتكلم هنا وقال من سبط بنيامين،
فممكن قوي ناس يقول لك انا من عيلة الوحش، وده يقول لك انا من عيلة القط، وده يقول انا من عيلة بقر، وده يقول انا مش عارف ايه، حتى رغم انها اسماء تقرف يعني ما هيش مشرفة قوي، انما اعتزاز عشان العيلة، ويبقى مفتخر بيها وهي كل حاجة. زي البنت اللي الخطيبة اللي تخطب تنخطب لجوزها، ومن كل ما عندها أبويا وأمي، أبويا وأمي، وأبويا وأمي. الخطيب يقرف منها، يزهق، يقول لها بنت دي معجبة قوي بعيلتها ومعجبة بنفسها. إنما لو لقاها وديعة ومتضعة، رغم إن أبوها مركزه عظيم جدا وأمها شخصية ممتازة، إنما هي لا تفتخر بهذا. يا أولادي، يجب أن نبيع الحاجات اللي بتعطلنا عن معرفة المسيح، إن كانت أمور مادية، إن كانت أمور نفسية، إن كانت أمور اجتماعية، يصح الصيت والسمعة ورأي الناس. ده إحدى الأسباب الرئيسية اللي بتعطل الشبان عن الخلاص، هي دي. إن تملي يقولوا لي يا سيدنا احنا نفسنا نتوب، ولكن إيه؟ خايف لما بعدين لما توب العيال اللي في المدرسة اللي معايا او في الكلية يقولوا الواد الدروش، يقولوا الواد بقى بتاع ربنا. انه يفضل رأي الناس عن معرفة المسيح، ولذلك لا يمكن يأخذه. الانسان الذي يريد ان يعرف المسيح يبيع، يبيع كل شيء، يبيع اهله، يبيع عيلته، يبيع جماله، يبيع مركزه، يبيع علمه، يبيع اعتزازه، يبيع كل شيء. أتعرفون صورة جميلة عن هذا؟ صورة الراهب اللي يجي، يصح يكون واخد دكتوراه، ويصح يكون كان واخد نياشين، ويصح يكون واخد حاجة في المجتمع اسمه وصيت، وهم يدخل الدير يعملوا ايه؟ يمددوه على حصيرة في الدير، ويلبسوه جلابية سودة، ويصلوا عليه صلاة الايه؟ صلاة الموتى، زي ما حصل معاه. ويومها لما صلوا عليا، اقول لكم حاجة كانت يعني احكي لكم عليها. انا اترسمت مع اربعة، واحد منهم اسقف المنوفية دلوقتي، وواحد تاني اسقف الاقصر، وواحد تالت راهب مهندس موجود في الدير، والخامس ماسك المضيفة بتاعت الأنبا بشوي في مصر في البطرخان. أنا كنت في النص، وجابوا سجادة، وجيت على نفسي أنا، السجادة اللي من هنا والسجادة اللي من هنا اللي من هنا، وطبقت على مناخيري وفطستني، ويظهر كنت هموت بحقه حقيقي. وبعدين قعدت ارفع السجادة شوية عشان اتنفس، ممنوع الحركة، موت يعني موت، هس اللي مرمي على الارض ما يتحركش، وارفع السجادة شوية شم هوا مفيش فايدة، موت لازم تموت. وحتى بالامارة كمان البراغيث قعدت تنط في جسمي، مش قادر اهرش، لانه كان يوم، وكان يوم عجيب جدا. وواحد راهب اسمه ابونا شنودة، كان لسه اسمه صليب القس، وصليب القس ده تلميذ سيدنا، كنت انا مدرسه في الكليريكية، وكان مبسوط قوي ان مدرسه بقى راهب، فعاوز يكرمني بقى يقول الالحان الطويلة اللحن بدل ما يتقال في 3 دقايق يقوله في ساعة، وانا النفس هيفطس، واقول في عقلي يا انطونيوس هتموت بحقه حقيقي، مش هتموت. وبعدين اول ما وقفت كده، هو بعد ما شالوا السجادتين من على نفسي وشميت ريحة الهواء، تذكرت حاجة عجيبة، ان الحياة التي اخذناها الان ليست كالحياة القديمة العلمانية، لا في لا مركز ولا علم ولا حاجة، وبينا ماشيين حافيين، والجلابية السوداء المقطعة، ومنظر. وراح رئيس الدير
قال له ابونا انطونيوس؟ قلت له نعم. قال لي امشي ورا الركوبة. قلت له حاضر. ومسكنا ركوبة وبيت امشي وراه وامسك العصاية ولا شيء. وقالنا واحد بقى من دير البرشة كان لسانه طول شوية قال لي انت باين عليك ما بتفهمش. راهب جديد ما بتفهمش. ووصلت للأنبا سربامون وزعل ازاي بيشتمني. وبعدين قلت له لا لي حق لانه أتاري كان عاوز فلوس اجر الطبطشية زيادة وانا ما خدتش بالي فشتمني وقال لي انت جاهل ما بتفهمش. ما اعرفش هو دلوقتي لو عرف ان انا بقيت الاسقف بتاعه يزعل. فعاوز اقول الموت 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 يا حبيبي مش ممكن هتختبر معرفة المسيح الا اذا موت. كل حاجة تبيعها شوف اللي بتعتز بيه ايه اللي بتعتز بيه. وانت قاعد تعرف في واحد بيعتز بالصحة والجسد، في واحد بيعتز بالعقل والعلم والشهادات، في واحد بيعتز بالمركز والعيلة، في واحد بيعتز بالوظيفة، وفي واحد جاب ده كله وحطها عند أقدام المسيح. هذا يستطيع أن يعرف الرب لأعرفه. في ناس تعرف المسيح معرفة شكلية، تعرف السيد المسيح يقول لك مين هو اللي بيقولوا عليه في الكنيسة. زي انا قبل ما جيلكم هنا كان واحد يسأل التاني يقول له تعرف الانبا مين، يقول له ده اللي في مصر مع البطرك بس كده. واحد يقول له ده اللي صورته في الكرازة، والتاني يقول له ده فندي ده راجل اسقف طويل عريض كده ومش عارف ايه وعنده شعرتين بيض. كلها معرفة يسموها معرفة ايه سطحية. لغاية لما جيت وقعدت وفي ناس عاشوا معايا ليل ونهار المعرفة تغيرت. بعد ان كانت سطحية بقت معرفة ايه قوية، وبقينا ليل ونهار. مش ممكن ابدا الناس اللي عايشين معايا في المطرانية هنا ليل ونهار يعرفوني زي ايام ما كنت اسقف في مصر او زي ما كنت ابونا انطونيوس اللي في امريكا. لا، المعرفة زادت. ليه؟ لان بقت فيه عشرة ليل ونهار اقعد وياهم ويكلموني ويتفاعلوا معايا. تسأل الواحد تقول له تعرفه يقول لك تقول له عشرته يقول لك لا، تقول له ما تعرفوش. اتريد ان تعرف يسوع لابد ان تكون لك عشرة معه، بتقعد وياه بتصلي له بتتلمز عند رجليه بتسمع صوته بيكلمك في الانجيل يبقى تعرفه. ولكن اذا كان المسيح لا يكلمك في الصلاة ولا يكلمك في الانجيل ولا يكلمك من على المذبح فانت لا تعرفه حتى لو كنت مسيحي. اتعرف اين هو يوجد؟ النفس الروحية يا أولاد التي جلست عند أقدام المخلص تعرفه وتحس به وتقترب منه كثيرا وتفهم مقاصده. أديكم مثل في حياة الرسل. في تلميذين اسمهم تلميذي عمواس كان ماشي معهم المسيح له المجد ولا عرفوه، ويكلمهم ويشرح لهم ويقعد يفهمهم مش فاهمين. يقول لك وأغلق في أفهامه بطيء الفهم. وفي واحد تاني اسمه يوحنا اول ما شاف المسيح من بعيد قال لبطرس هو الرب هو الرب تمام لقطه على طول. في جهاز حساس يعرف يلقط الموجة من بعيد. ده انا شفت عسكري مرة في امريكا معاه جهاز لاسلكي يلقط الموجة من 50 ميل، وتبص تلقى الراجل بتاع اللي بيكلمه من 50 ميل وانا كنت واقف جنبه سمعه عمال بيكلمه كأنه جنبه حساس يلقط. وفي اجهزة لا تحس ولا تشعر، في قلوب غليظة وفي قلوب رقيقة. أتعرف المسيح يا ابني؟ هل لك جلسة معه؟ هل لك حديث؟ هل لك معرفة؟ عشت وياه؟ دقته؟ كلمته؟ ده في بيوت ما أدخلها ألقى البيوت عندها معرفة عندها اختبارات
اقعد في البيت واقول لهم ازاي الحال يا اولادي؟ يقولوا نشكر الرب الاله العظيم، نحكي لك يا سيدنا ربنا عمل معانا وعمل معانا وعمل معانا وعمل. دسهات دسهات، ويقعد يتحكي الست ويحكي الراجل، والواد الصغير يطلع بجمله قلت له يا ماما على الحكايه الفلانيه. الواد الصغير قد كده اختبارات. بيت مليان من نعمه لانه يعرف يسوع، وبيت اخرى ما بتجوش الكنيسه ليه؟ مشغوليات الدنيا. ما انت عارف يا سيدنا لا يريدون ان يعرفوه. يعرفوا عبد الحليم حافظ المرحوم، يعرفوه كويس قوي، ويقول لك ده عن الاغنيه بتاعته الساعه كذا، ويفتح الجرنان الواد ويقول هي التلفزيون في ايه النهارده ومش عارف مين عليها ايه وايه، ويفهم كويس قوي البرنامج والماتش، ويعرف اللي بعد اللي اسمه مش عارف ايه بتاع كوره والواد ايه والزملكاوي والاهلاوي، ويبص من ظهره يقول لك ده فلان بتاع الاهلي وده بتاع ده. يعرفه معرفه كويسه جدا جدا. واما يسوع فلا يعرفه، وغريب في وسط بيوتنا. يا بولس الرسول بيقول انا بعت كل شيء وحسبته نفايه وزباله علشان ايه؟ لا اعرفه. واول ما عرفه في الاختبار، مش عرفه في البطاقه، عرفه في الاختبار، مش عرفه في المعموديه بس، ولكن عرفوا في التوبة الصادقة اليومية، عرفوا في الحياة السلوكية، عرفوا في المحبة مع الناس، عرفوا في الضيق، عرفوا في الفرح، عرفوا في الأزمة، عرفوا في أيام الفرج. يسوع سكن في البيت وكلمه وحدثه. يا سلام على القديس العظيم الأمدبشوي، يحكى عن الرجل القديس البار، الرجل الكامل، شفيع الأبروشية بتاعتنا، أنه كان كل ما يصلي يقف له المسيح ويقول له يا حبيبي يا صفي يا بشوي، شوف يا حبيبي يا صفي، وهو يقول له يا يسوع يا إله يا دي العشرة، شوف الجمال. ويحكى عن القديس العظيم الأنبا إبرام، لأنه كان رجل محبا للمساكين، كان كل ما يصلي كان الرب يسوع له المجد يضع إيده على رأسه ويباركه. يا ما قديسين، قديس سرافيم في روسيا كان يظهر له المسيح أيضا في صور وأشكال كثيرة، كان يظهر للقديسين يعاشرهم ويحبهم. أي تريد يا ابن للادي أن تعرف المسيح؟ تعال للادي وقول له هقعد عند رجليك وهبيع كل حاجة يا رب، كل اللي عندي هسلمه لك، هكتب شيك وهقول لك اتفضل خده وانا مش عاوزه. يعرفه معرفة اختبارية، معرفة حقيقية. واول ما نعرفه يسري فينا طيار القيامة. قبل ما اعرف المسيح ارادتي ضعيفة، عقليتي شريرة، وجسدي شهواني، وأول ما يجي المسيح يدخل تتحول الحياة. الفكر النجس يبقى فكر طاهر، والإرادة الضعيفة تبقى إرادة قوية حديدية. ده مرة واحد اسمه أرمية كان طفلا صغيرا ضعيفا، قال له يا رب أنا ما أقدرش أعمل، يا رب ده أنا عيل. قال له لا تقل إني ولد، لأن روحي يجعلك أقوى من حجر الصوان، واجعلوا خدك كخد كالصوان كالحجر. كل واحد يخبطك ايده تتكسر وهو ما تجرى لكش حاجة. الغلبان الوديع الضعيف، الله يستطيع ان يعمل فيك يا مسكين يا ضعيف يا غلبان، لجي يجعل قوة القيامة تسري. وحزقيال في 37 رأى العظام الجفة والنتنة، ولما جاء فيها روح القيامة قام منها جيش عظيم جدا. أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. مش ممكن هتعرف المسيح وقوة القيامة إلا ما تشترك معه في حمل الصليب، تحتمل الآلام بفرح وبشكر، وتقول له يا رب إني مستعد أن أذهب معك إلى الجلجسة حيث قادني أسير، ولو إلى جسماني ولو إلى جسماني. الله يعطينا هذه النعمة، يعطينا أن نعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. له المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.